ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني ما يعانيه من روسيا، من التقدم الروسي في أوكرانيا، حتى وإن كانت وقد وصلنا إلى شرق أوكرانيا لكنه سيطر على بحر آزوف، شمال البحر الأسود لديه سيطرة كبيرة الآن، وشبه جزيرة القرم التي طبعا سيطر عليها في السابق في عام 2014، والآن الصين دخلت على الخط وتهديدات خطيرة من وزير الدفاع الصيني وتصعيد كبير يشبه تماما الفترة التي سبقت عملية التدخل والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تشبهها تماما. برأيك سيدي الكريم، ألا تعتقد هذه التطورات من الصين وما يجري في أوكرانيا قد تدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء هذه المهمة والقبول بالشروط الإيرانية، وخلص دع إيران ألا تصل إلى القنبلة النووية، هذا هو الهدف الأساسي، ونضبط أمور الميليشيات والفصائل المسلحة في المنطقة، ودعنا نركز على ما هو أهم، على الصين وعلى إضعاف روسيا. يعني ألا تعتقد قد يصل إلى هذا السيناريو الرجل في نهاية المطاف؟ ممكن. أنا من وجهة نظري في السياسة كل شيء ممكن طبعا، لكن ما نراه الآن على الأرض لا يدلل على ذلك. أولا، أنا لا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى في الحرب الروسية الأوكرانية ما لا يسعدها. الحرب الأوكرانية الروسية أضعفت أوروبا ولم تضعف الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة جغرافيا عن ما يحدث. الذي تورط في الحرب هم الأوروبيين الذين أخذوا الصدمة الأولى بالأسعار ومشاكل الغاز والنفط والقمح، هم الأوروبيين وليس الأمريكان. لذلك عندما أنظر إليها أنا أرى أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فتحت الجبهة الخاصة، هي التي فتحت الصراع الجديد مع الصين، وليس الصين التي فتحت. الصين كانت ذاهبة creeping، كانت ذاهبة وهي تزحف باتجاه الهيمنة ولم تفرض الهيمنة، تشتري الموانئ، تنفذ عبر طريق الحرير الجديد، فكانت تذهب بأسلوب ناعم. لكن الولايات المتحدة الأمريكية علمت أنها لو تنتظر 10 سنوات أخرى فإن الصين ستكون القوة الأعظم في العالم في كل شيء، بالمناسبة في كل شيء. لذلك عليها أن تفتح هذه الجبهة، أن تفتح الصراع أولا حتى تعرف ماذا في إمكانية العدو إلى أن يوصل. هذه رقم واحد. اثنين، أن تلهي بعض الأطراف التي يعتمد عليها العدو. ومن الأطراف التي يعتمد عليها العدو طبعا إيران وروسيا، هذه أطراف يعتمد عليها العدو بشكل كبير، اللي هو طبعا العدو المفترض اللي هو الصين. أنا لا يعني أتصور تصورا معينا، لكن تصوري مفتوح إلى الحد أنهم يتفقون مع الصينيين على استعادة تايوان. هذا لن يكون حائلا أمام بقاء الهيمنة الأمريكية. أمريكا اليوم هي أضعف من قبل، لكن لديها وسائل الدولة العظمى، لا زالت لديها وسائل الدولة العظمى تستخدمها ولا تقع هكذا بسهولة. لذلك تلهي الأوروبيين، تضعف روسيا، وتبقى مع الصين لوحدهم. أنت شرحت بالخريطة الجغرافية الجيوسياسية المهمة حول الوجود الأمريكي أمام الساحل الصيني، وهذا الوجود الأمريكي أمام الساحل الصيني يضعف التجارة الصينية مع العالم. ولذلك أنت ترى اليوم أسوأ شيء بزيادة الأسعار هي زيادة أسعار الشحن، لأنه صار صعبة عملية الشحن من الصين إلى العالم، خلوا لها وضعوا لها huge restrictions. الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت لديها tools لمحاربة الصين، تريد أن تستخدمها اليوم قبل ما تخسر. فلذلك إيران إذا قدمت تنازلا كبيرا جدا وأصبحت في طوع الولايات المتحدة الأمريكية، ستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اطمئن وقتيا فقط، لن تبقى دولة إيرانية يحكمها الملالي. والسبب بسيط، أنه إسرائيل ومهما خدمتها مثل ما خدمتها حشاك طبعا، مثل ما خدمتها إيران في العراق وفي سوريا، مهما خدمتها لن ترضى عنك، لأنك بلوك كبير من 90 مليون إيراني. لن تسمح الإسرائيل للصدفة أن يأتي فيه حكم
ممكن أن يهدد إسرائيل ولو كان هذا الحكم اليوم صديقا لإسرائيل.